في ثلاثينيات القرن العشرين قدم الريحاني أعمالاً مسرحية تخللتها الفكاهة والنقد اللاذع لعيوب شعبية وعلل سياسية حساسة شهدتها مصر في ذاك الزمن. نجيب الريحاني قدم لنا شخصيات عباس عامل الأجزخانة في حسن ومرقص وكوهين، قدم لنا أفلاطون في الدنيا لما تضحك، أفلاطون عامل المجاري اللي بعد ذلك بيغتني، قدم لنا بندق أبو غزالة في حكم أرقوش اللي جاله الحكم فجأة لمدة أسبوع. كانت جرأة من الريحاني كمان، هو فنان مش مشاغب، فنان مسالم، انه يعمل مسرحية سنة 31 حكم أرقوش عشان يسخر من الملك فؤاد واسماعيل صبحي رئيس الوزراء في تغيير الدستور وحاجات زي كده ويدي اقتصاد للملك. عمل دور بندق ده اللي هو الشخصية اللي تواجدت في قصر السلطان حاكم ده، وكان مجبر انه يحل محله لمدة اسبوع، والاسبوع ده بيشوف حقيقة الامر ان السلطان كان بعيد جدا عن شعبه يعني. فدي في حد ذاتها كانت نقلة عند الريحاني، بس ما استمرش فيها، ما استمرش فيها للتطور السياسي اللي حصل بعد كده. خلق نجيب الريحاني للمسرح ومر بمرحلة اعتراف صعبة، فلم يكن الريحاني مجرد ممثل يكسب عيشه من خشبة المسرح فحسب، بل كان صاحب رسالة ومؤسسا لتقاليد فنية رسخت علاقته بالجمهور وبفن الأداء وبأجيال متعاقبة من الممثلين. هو بلا شك أن ريحاني رجل مسرح بالدرجة الأولى، تعود على الصلة المباشرة مع الجمهور اللي بيشعر بنبضات قلبه، بيشعر بحبات العرق. كان جواه مثقف وحزين وفيلسوف وواحد صاحب رؤية، هو الذي وضع التيمات والموضوعات والشخصيات التي ما زلنا ننهل منها إلى اليوم. فلسفة الريحاني كانت أنه يحاول المزج ما بين ما يؤمن به أنه هو مسرح وما يمكن أن يحقق الجماهيرية، وكأنه هو طول الوقت بيحاول يوصل لحالة معينة من الرضا الجماهيري والرضا النفسي في حد ذاته. ده اللي خلاه عمل كل التجارب اللي هو مر بيها. أقر وأعترف أنا الواضع اسمي بخطي أدناه نجيب الريحاني أنني ما قصرت في حياتي المسرحية، بل بذلت الإخلاص الأكيد والوفاء الشديد، وذقت مرارة الدنيا قبل حلاوتها الطائشة من أجل المسرح.